طيب نشوف تصريح الفهد الجني لاعب الفريق الهلالي مع مراسل محمد الشريف. مهاجم نادي الهلال كابتن فهد، لقاء الرائد غدا ستكون في القائمة الاحتياطية، كيف تشوف المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بكره مباراه الرائد راح اكون في الاحتياط ان شاء الله. مباراه بكره يعني مو عشان الفريق الرائد في ذا الترتيب، نحترم المباراه بشكل كبير، ولانه اذا ما احترمنا الخصم يعني راح نتلقى اهداف زي مباراه القادسيه. احترمنا الخصم وقدمنا شوط كبير، في الشوط الثاني ما ادري هو عدم احترام او عدم تركيز، لكن كدنا نخسر المباراه ونفرط في 3 نقاط. ان شاء الله بكره مباراه الرائد راح نحسب لها الف حساب ونتعامل معها زي مباراه القادسيه في الشوط الاول، الشوط الثاني ما له معنى يعني في مباراه القادسيه ان شاء الله. طيب كابتن فهد، متى بشوفك تمثل اساسي في الفريق الاول؟ والله بالنسبه لي انا كلاعب انا راح اشد حيلي وراح اتمرن بالشكل كويس والمطلوب مني وافضل، يعني اذا هم الفريق الاول يتمرنون في 100% انا ان شاء الله اتمرن 200%. بالنسبه لي انا ما هو خساره انه اجلس في الاحتياط او اشارك او عدم ما اشارك، يعني انا اخدم في الفريق الاول وفي الفريق الاولمبي. في الفريق الاولمبي الحمد لله مكاني يعني اساسي بفضل الله سبحانه يعني ومجهودي، وفي الفريق الاول يعني وجود المهاجم يوسف العربي والكوري وعيسى وجودي اضافه وهم كمان يضيفوا لي الشيء الكبير. السنوات الجايه ان شاء الله راح تحصل فهد الجاني ان شاء الله اساسي.